جناح مؤسسة تجديد العتاد الخاص التابع لقيادة القوات الجوية خلق إضافة كبيرة لمعرض الإنتاج الوطني، ما سمح بالتعرف على ممولين خواص في مجال صيانة الطائرات. مكننا بمعرفة متعامدين اقتصاديين اللي قادرين يكونوا كيف نقول قادرين يكونوا دي كليون لينا حنا، كما تاني تعرفنا على بعض الممولين اللي قادرين تاني يدعموا في المواد الاوليه اللي حنا نعاودوا نستغلوها لهذا المجال. الصناعه الجويه العسكريه تسعى لتطوير منتوجاتها، إذ توصلت إلى إنجاز جهازين جديدين لإقلاع الطائرات بصناعة جزائرية 100%. آخر إنجاز اللي قامت به مؤسسة التجديد الخاص هو مقلع طائرة. مقلع طائرة هو محول ديناميكي يعطينا 200 فولت 200 فولت، ومحول ديناميكي ومحول آخر تاع 28 فولت. هذا المنبعين للطاقه هذو متخصص في اقلاع الطائره، هو من صنع جزائري وتحت اطاره مكاتب الدراسات الجزائريه. الزائرون لهذا الجناح ابدوا اعجابهم، خاصه بعد اكتشافه لما تجود به انامل الجيش الوطني الشعبي. نقول لك الصح، انا جيت لا بريمير فوا لهنا، راني شغل كما يقولوا ما كنتش نستنى بلي حنا نقدروا نخدموا شيء هذا كاع. والله راني فريمون طري ساتيسفي، يعني الحمد لله اول مره احنا كنا خدمنا، كنا شفنا لي فور انترناسيونال، لي فور تاع الصناعات الجزائريه، يعني حاجه مليحه بالنسبه لكثير من الناس، والحمد لله يعني ماذا بينا نزيد نشوفوا الصوالح اكثر. في ظل الطاقه الانتاجيه التي يشهدها هذا الصالون، تفرض المؤسسه العسكريه حضورها بصناعات مختلفه، وما شاهدناه الان من القوات الجويه إلا دليل على التقدم الإنتاجي في الجزائر. محمد كانون من قصر المعارض بصافيكس لقناة الجزائرية.